بيطلع الطاقة بتاعته في ده يعني. لا كلما كان عنيفا كلما كان شهواني يعني. هو جنس العمر يجي بالعنف ابدا؟ لا 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 خالص، ده يبقى سادي بقى. ممكن بس ساعات لو يعني ساعات بتبقى نفسية شوية يعني، ساعات بيبقى ليها علاقة بالسادية. ممكن شوية مش دايما، ما فيش اي وجه علاقة يعني. زي فيلم اللي هو 50 Shades of Grey والحاجات دي، في طيب عامل كده. هو دي بتختلف من شخص للتاني، في الاتنين بيبقوا حابين ده وفي لا. لا لا ما فيش علاقة. في ناس بتحب العنف في الجنس during sex، بيحبوا العنف يعني. بتفرق من شخص لشخص. لا لازم يكون في لطافة. ساعات الراجل بيبقى قاسي شوية وساعات الست بتبقى قاسية شوية. في ممكن راجل يمارس الجنس مع زوجته بالعنف وهو كده سعيد ومبسوط وهي مش مهم تتفلق.